اخبار اليوم. لعودة الفنان نادر ابو الليف والاحتفال بيه، حابب تقول له ايه؟ هقول الحمد لله على السلامة يا ليف، والغيبة طولت، وبجد مبسوط جدا ربنا خد بايدك وعداك من المحنه اللي انت كنت فيها. الف حمد لله على السلامه يا حبيبي، ويا رب ايامك كلها تبقى خير وصحه وسعاده، وربنا يديك الصحه ويديمها عليك. والايام اللي فاتت دي يعني ربنا لا يعودها، والحمد لله ان انت بقيت بخير وصحه. كله على مرحلين بيك قوي الدوره، وعايزينك دايما بصحه جيده كده، وصوت القوي بتاعك الجميل ما تحرمش منه، لانك صوت مميز وفن مميز وانسان على المستوى الانسانيه، انسان مميز، وعلى مستوى الصداقه مميز. فانت نادر مش جدا، وفرحنا ان نادر رجع تاني للحياه من جديد. والله مهما قلت ومهما عدت يعني ده نادر اخويا وصديقي وانسان بمعنى الكلمه، وهو اللي يعني قلما ان انت تلاقي واحد في الوسط الفني تلاقي فيه الروح دي والاخلاق دي والطيبه دي والجدعانه دي. انا بقول له الحمد لله على سلامتك، وربنا يا رب يديك الصحه كده ويديمها عليك نعمه. احب اقول لنادر يعني احنا مبسوطين جدا على شفائه، وان هو في وسطنا النهارده وبنحتفل بيه، يعني هو مفيش احسن من كده بصراحه.